القرار هذيك واد في طريق في تبديت ومن 2008. وبالنسبة للضرر اللي وقع في على مستوى جي بي 3 نتيجة معناتها سيلان الواد بكمية تفاوتت اللي هي كانت مقدرة ولا استيمية حسب الدراسة الأولية نتاع المشروع، لأنه الدراسة قامت بها مكتب دراسات مكلف من وزارة التجهيز مباشرة، واحنا انا اللي مساهم عندي مساهمه في المقاوله هذه، اللي هي انا تخليت على رئاستها منذ معناتها توليت موز عضو مجلس النواب، يعني تخليت على مسؤوليه الجيرونس. هو طبيعه الوديان اللي تحت الجبال المستغله من شركه فوسفات قبصه يتغير معناتها منسوب المياه فيها، لانه يقع تغيير على مستوى التضاريس ومستوى الجبل، يعني نجم الماء اللي كان سيلانه في الـ في الـ في الواد هذا يولي بحكم تراكمك الاطربه من الاستغلال تاع الفوسفات في المستوى الواد هذا كبيده، يولي يتغير ماء في مجرى اخر. دونك مجاري المياه تنجم تغير السيلان تاعها من الكميه من سنه الى سنه تقريبا، يعني هذاك الشيء اللي تاتى عليه تفاضت وكسر الطريق. ولكن الحمد لله تدخل كان من طرف المقاولة في الحين، لأن المشروع مازال عذمة المقاولة مازال ما تسلمش، هو بالأجال يوفى في مارس 2019. سوينا الوضعية والسيركلاسيون بعد ساعتين صبحت سيركلابر وما ثم حتى مشكل. يبقى لغالب ثم حملة إعلامية تاع التواصل الاجتماعي تعملت اللي هي ما عندهاش حتى مبرر، وهذا أغراض سياسوية أنا نعتبرها أكثر من هي أضرار واقعية، والإدارة هي المسؤولة على الدراسة والمسؤولة على حجم اللي دلوه خدمناه سوى النورم. وجاء السيد الوزير وجاب اللجنة باش يعاين ويشوفوا كل واحد مسؤوليته، ويقع تدخل مرة ثانية. ربما تذكر على أساس ما كسيس تلغى، هو الطريق في الأصل هو تقوية ماهوش ريابيليتاسيون، يعني إعادة تهيئة، تقوية فقط في مستوى زوز معابر مائية مستوى كسيس. ارتأت الإدارة حسب تقديراتها أن تتخلى على واحد وتخلي واحد بركة يكفي منسوب من مياه لجم الجبل. اتضح كما ذكرت لك في الأول أنه تغيير التضاريس يغير معطيات المياه، وفعلا اتضح ذلك، وباش تدخل الإدارة بمقترح إضافي ثاني ونخدموه على حسب رب. أنا نقول ربي يهديهم، هو المؤسسة هي مؤسسة وطنية، المحافظة عليها واجب وطني، مؤسسة تشغل في ألف عامل مباشر وغير مباشر، في الواقع هي مكسب للجهة وما هيش منأى على النقد وما هيش منأى على المحاسبة إذا كان أخطأت، ولكن حتى تقديري أنه يكون ما يحكموش عليها مسبقا، يسمعوا ويسمعوا الفنيين ويكون عندنا ثقة شوية في الإدارة ماهوش بالاتهامات زيفة، وإذا أخطأت تحمل مسؤوليتها، ما حتى واحد فوق القانون.